أهلا بيكم. في حياتنا في اختراعات كتيرة جدا جدا، زي الكمبيوتر وزي التلفزيون وزي التليفون وزي حاجات كتيرة جدا 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 الإنسان اخترعها. تعالوا أحكي لكم حكاية أنكل فهمي ونشوف إيه اللي حصل معاه. أنكل فهمي كان بيحب يسافر كتير جدا من مكان لمكان. ده أنكل فهمي، فمرة جرب إن هو يسافر بالعجلة، التجربة نجحت جدا، سافر مسافة طويلة جدا. وفي مرة قرر إن هو يسافر بالمركب عبر البحور وعبر الأعماق البحار، والموضوع برضو نجح جدا جدا، وقرر إن هو يمشي مسافات طويلة. وفي يوم من الأيام من وهو ماشي شاف حاجات جميلة جدا فوق الجبال، اكتشف إنها عصافير. عجبته جدا فكرة إن هو يطير زي العصافير، علشان كده اخترع اختراع غريب جدا وكان جديد جدا في وقته، اخترع البالونة الطائرة اللي هي دي. وفعلا راح ركبها في الصندوق الأحمر وراح ربطها كويس جدا وقال يا رب الاختراع ده ينجح. وفعلا أول ما ابتدى الاختراع طلع شوية ونزل، فجأة طلع تاني وراح وقع، لغاية ما ربط البالونة كويس جدا وظبط كل حاجة كويسة جدا. وفجأة فعلا أنكل فهمي طار وما رجعش تاني من ساعة ما طار في الهواء. من غير الاختراع ده أنكل فهمي كان هيبقى حزين جدا جدا، لأن الاختراع ده فرق معاه جدا وفرق مع كل الناس. إحنا كمان الله موجود في حياتنا، لازم نكتشفه ولازم ندور عليه علشان يفرق في حياتنا ويفرق في حياة الناس كلها.